السلام عليكم. كما تعودتوا اعزائي المشاهدين على النزول عند بعض الطلبه الاخوات اي موديل كنخدموا كنبغي نتشاركوا معكم. كما كتشوفوا هنا عندنا هذا الثوب ديال الملحف اللي هو معروف في المغرب موجود عندنا ثوب ديال الملحف وكنشدوا. انا ممكن بالنسبه ليا كنطرقهم كاملين غير بالماكينه، كنفضل بان نديرهم بالماكينه ما نلاقيهمش لانهم كيكونوا رهاف. وهنايا درت واحد الخدمه اللي هي كتجي خفيفه وزوينه بزاف. هذه الخدمه سميتها السلسول ودايره هنايا وسطو 4 في 4. هاد الخدمه هذه هي الطريقه ديالها، هادو هذه هي السميه ديالها. وكنتمنى بان يعجبكم هذا الموديل هذا، ولا عجبكم اي موديل كنتمنى تحطوه في لي كومونتير وانا غنحط لكم الخدمه ديالو غنوريها لكم كامله ان شاء الله. كما كتشوفوا الكمام درت ليهم تقريبا نفس الخدمه اللي في الكول، درت هذه المره درت الكمام شويه فيهم خدمه شويه كبيره كتجي زوينه على هذا الشكل هذا. وكندير له واحد السنين هنا باش كتجي مقبه واحد شويه كما كتشوفوا. كندير له هنايا الرويسات. ودابا ان شاء الله نحط لكم في القناه ديالي كاع الموديلات اللي انا حاطه في الفيديوهات، كاع الموديلات اللي حاطه غنحطهم لكم ان شاء الله نعلمهم لكم. كنتمنى يعجبكم هذا الموديل اللي انا وريتكم اليوم، وانتظروا مني نحط لكم جميع الموديلات نحطهم لكم ونحط لكم طريقه ديال العمل ديالهم. سلامه.